السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة المقهى الرياضي، قناة الكرة الجزائرية والكرة العالمية أينما وجدت. بداية ما تنساوش الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش باش تدعمونا بالاشتراك باللايك وبالضغط على زر التنبيهات باش يجيكم الجديد نتاع اليوم. راح نبداو نتحدثوا عن سوق الانتقالات الأوروبية بما فيها لاعبين الجزائريين، راح نتكلموا عن رياض محرز وعن بن ناصر وما يتعلق يعني بالانتقالات نتاعهم مع الفرق نتاعهم مانشستر سيتي والميلان على التوالي، وكذلك في الاخير راح نعطيكم اخر الصفقات التي تمت رسميا بالنسبه لمختلف الانديه الاوروبيه الكبيره والمشهوره الرسمي فقط بعيدا عن الاشاعات وكذلك الاخبار المزيفه. لو اولا برياض محرز، رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، الجمهور الجزائري كما تعرفوا دائما منقسم على قسمين، قسم من يؤيد يعني بقاء رياض محرز في مانشستر سيتي، يقول بانه هو لاعب في مانشستر سيتي للموسم، هذا الموسم راح يكون الخامس على التوالي، وبالتالي يعني حكم المعالم نتاعو في فريق مانشستر سيتي وتغيير الفريق في هذا الوقت بالذات وفي هذه السن بالذات، لانه محرز راه داخل في السن 31 سنة، يمكن أن يؤثر عليه خاصة أنه محرز لاعب عالمي، وإذا خرج من السيتي أكيد لن يخرج إلا لنادي عالمي وكبير. كذلك قسم آخر يقول لا، لازم محرز يغادر الفريق لأنه لا يلعب بصفة منتظمة مع بيب غوارديولا ومع مانشستر سيتي. لكن تعالوا نديروا جولة عن مباريات والدقائق اللي لعبها رياض محرز مع مانشستر سيتي هذا الموسم، أو الآن خلاص غنتكلم على الموسم الماضي. رياض محرز تصوروا أنه لعب أكثر من بن ناصر، يعني نشوف بأنه رياض محرز أكثر استقرارا وأكثر لعبا وأكثر يعني ظهورا مع الفريق كأساسي أكثر من بن ناصر، وبالتالي هذه يعني المداورة هي يعني كما قولوا هي طريقة جديدة يتعامل بها المدربين الحديثي يعني الذين يلعبون بطرق حديثة، هي المداورة بطبيعة الحال في مدرب الميلان بيوني وكذلك مدرب بيب غوارديولا وحتى توخيل مع مانشستر او عفوا مع تشيلسي، وحتى كلوب اللي كان يعتمد على 11 لاعب هذا الموسم اصبح يعتمد على جميع اللاعبين، ومما يعني جعله ينافس على جميع الالقاب هذا الموسم عكس المرات الماضيه اللي كان ينافس فقط على بطوله او بطولتين طيله الموسم. اذا احبتي نبقاو في رياض محرز، انا رايي اقول بانه او مش رايي وانما الوقائع تقول بعيدا عن اشاعات الصحف، فهناك صحافة رابطت رياض محرز باليوفي، رابطت رياض محرز ببرشلونة، رابطت رياض محرز بريال مدريد. لا، إلى حد الآن هذه كلها إشاعات، كلها أكاذيب لا أساس لها من الصحة. إلى حد الآن كل المؤشرات تقول بأن رياض محرز مستمر في مانشستر سيتي، وللأمانة أنا أشوف هذا هو الرأي السديد اللي لازم على رياض محرز يعني يمشي به. فقط أبقى شيء واحد ووحيد هو أنه رياض محرز راح يجلس في هذه الأيام مع إدارة مانشستر سيتي، هناك اختلاف واحد وهو في مدة العقد. رياض محرز يريد تجديد لثلاث سنوات، ونادي مانشستر سيتي يريد تجديد لسنتين، وبيب غوارديولا متمسك برياض محرز. الآن نقول أنه موسم موسمين أو ثلاث مواسم هذا الشيء أكيد راح يقوله حل، خاصة المدير الفني والمدرب لما يكون متمسك باللاعب. النقطة الثانية لتدل بأنه رياض محرز راح يستمر مع مانشستر سيتي وما تسمعوش كثير الإشاعات اللي راح تجي من الآن وروح بعد بداية استعداد الفرق، لأنه اللاعبين الآن راهم في عطلة، لما يعودوا اللاعبين في بداية شهر جويلية راح تخرج الإشاعات. الآن بنسبة كبيرة جدا مانشستر سيتي وبعد استقدام إيرلينغ آلاند أكيد اللي راح يكون أساسي على طول الخط، وكذلك اللاعب ألفاريز اللاعب الأرجنتيني لاعب بوكا أو عفوا ريفر بليت لاعب ممتاز جدا موهبة، آخر مباراة له مع الفريق الأرجنتيني سجل 6 أهداف في مباراة واحدة، ممكن يكون مفاجأة مثل فودين. كذلك أعزائي المشاهدين بقدوم هذين اللاعبين مانشستر سيتي في طريقه إلى تسريح لاعبين، اللاعب خيسوس بنسبة كبيرة جدا راح يروح إلى أرسنال، وبالنسبة للاعب ستيرلينغ الأخبار اليوم خرجت تقول بأنه تم الاتفاق على مبلغ 35 مليون جنيه استرليني، وستيرلينغ راح يروح إلى قلعة لندن ستانفورد بريدج ب يعني تشيلسي، توخيل يريد لاعب جناح اللي هو ستيرلينغ. إذا لما يخرج هذين اللاعبين يعني خيسوس وستيرلينغ أكيد
بقدوم اللاعبين ألفاريز وإيرلينغ آلان وبتواجد كل من فودين وكذلك جريليش وبرناردو سيلفا اللي الآن أصبح يلعب في الوسط. إذا أكيد تواجد محرز ضروري وضروري جدا لبيب غوارديولا، وبالتالي راح يتمسك باللاعب محرز، وبالتالي أنا أفضل بأنه محرز يستمر مع نادي مانشستر سيتي، نادي روال في لعب فيه، عنده مهام كبيرة جدا. بقدوم آلان كذلك هناك فرصة أخرى لتوهج رياض محرز بدرجة أكثر، راح تكون عنده فرصة باش تكون عنده أسيستات كثيرة، لأنه كما تعرفوا المواسم الماضية مانشستر سيتي ما كانش عنده لاعب يعني رأس حربة، كان يلعب بالمهاجم الوهمي أو بتغيير المراكز بين محرز فودين وستيرلينغ وغريليتش وبرناردو سيلفا وحتى غوندوغان ودي بروين يعني في معظم الأحيان. الآن راح يكون عندهم آلان لاعب قناص، وبالتالي تمريرات توزيعات محرز أكيد كلها أو معظمها راح تكون في الشباك. حظ موفق للاعبين رياض محرز. النصر المايسترو تاع الوسط الجزائري، اكيد الاخبار خرجت في المره الاخيره انه النصر مرتبط بمانشستر يونايتد، هذا ليس غريب، في الموسم الماضي والموسم اللي قبله خرجت اخبار بارتباط اللاعب نفسه مع الفريق الثاني للمدينه هو مانشستر سيتي، وفي الاخير شفنا انه بالنصر راهو في الميلان. لو نتكلم الان عن جانب الميلان بعد نروحوا عن جانب اليونايتد، الجوانب الماليه والجوانب الفنيه. فيما يخص الجوانب الماليه، العائق الوحيد اللي يخلي ممكن بالناصر أنه يغادر الميلان هو الجانب المالي، وعلاش؟ لأنه للأمانة الراتب اللي تقاضاه بالناصر في الميلان قليل وقليل جدا مقارنة بالرواتب اللي رم يدوها اللاعبين المحترفين واللي في مستوى بالناصر حاليا. بالناصر راتبه مع الميلان تصور لا يتجاوز 3 ملايين أورو، بينما في إنجلترا لاعبين مثل بالناصر يتقاضون 6-7 حتى 8 ملايين يورو، وبالتالي انتقال بالناصر إلى إنجلترا قد يعطيه راتب أكبر واهتمام أكثر، وكذلك في دوري ممتع شيق أكثر قوة وأكثر جذب إعلامي، وبالتالي راح تكون إضافة لبالناصر. لكن من جهة أخرى تعرفوا بأنه بالناصر الآن تماما نفس الكلام اللي قلته على بالناصر، على المحرز نقول على بالناصر الآن خلاص تأقلم مع بيولي، خروج كيسي راح يعطي فرصة أكثر لبالناصر باش يكون أساسي أكثر من الموسم الماضي. الأخبار كانت تتكلم عن ريناتو سانشيز لاعب ليل البرتغالي، لكن باريس سان جيرمان في الدقائق الأخيرة دخل بقوة وممكن جدا راح يبني الصفقة، وبالتالي الميلان راح يشوف لاعب آخر، وبالتالي حاليا عنده تونالي بالناصر وكذلك اللاعب عدلي. عدلي ما شكيتش أنه راح يدخل مباشرة، ممكن يحتاج له نصف موسم أو حتى موسم باش يحكم المعالم تاعه في الميلان، رغم أنه بيولي يدور بين اللاعبين الثلاثة تاع الوسط كما الموسم الماضي كان كيسي تونالي وبالناصر، وبالتالي نقول أنه بالناصر من الجانب الرياضي والجانب الفني بقاؤه في الميلان شوفوا أفضل، خاصة أنه الميلان الموسم الماضي راح يشارك في الدوري أو دوري أبطال أوروبا. من الناحية الإعلامية، من ناحية قوة الدوري أكيد، وحتى من الناحية المالية اليونايتد أفضل. الآن لو نتكلم عن المدرب تين هاج الهولندي اللي كان يدرب الأجاكس، يلعب بخطة 4-3-3 بلاعبين ارتكاز وأمامهم لاعب هجومي صانع ألعاب أو رابع يربط بين الهجوم وكذلك الوسط، وهذه الطريقة تناسب تماما اللاعب يعني بالناصر. اللاعبين تاع الوسط تاع مانشستر يونايتد لو نشوفوهم معا، عندنا فريد البرازيلي، عندنا ماكتوميناي الاسكتلندي، وعندنا كذلك بوغبا الفرنسي اللي الاخبار تقول انه راح يروح الى نادي اليوفي، برونو فرنانديز اللاعب البرتغالي، رغم انه برونو فرنانديز هو لاعب هجومي اكيد راح يكون اساسي مع المدرب تين هاج. في الخلف الان يبقوا لاعبين، عندنا فراد، عندنا ماكتوميناي، اذا كان فيه بالناصر فقط هناك امرين له. لكن هناك اخبار تقول بانه ديونغ هو يعني هدف رئيسي للمدرب تين هاج، خاصة أنه درب سابقا في نادي مانشستر أو في نادي الأياكس. وللأمانة بعيدا عن أخبار الصحف، المنطق والعقل يقول أنه تين هاج راح يهتم بديونغ. نتمنى التوفيق لبالناصر سواء قاعد في الميلان سواء خرج، هذا الشيء يعني اللي يهمنا. راح نتواصلوا معكم ونعطيكم آخر أخبار لاعبين الجزائريين بالناصر محرز وكل اللاعبين. بقية اللاعبين الجزائريين راح نتكلموا عنهم في حلقات القادمة، راح نتكلموا عن آخر الصفقات التي تمت بطريقة رسمية أو بصفة رسمية إلى حد الآن. إذا نبدأ بلوكا مودريتش الذي جدد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2023، أي أنه زاد موسم واحد. أكيد مودريتش ما زال يقدم الكثير لنادي الريال، خاصة بعد تتويج ريال مدريد بلقبه 14
هذا الموسم. مدرب الميلان السابق الآن يمضي عقد مع فالنسيا. للأمانة أنا لست مقتنع كثيرا بهذا المدرب، وبالتالي لا أعتقد أنه سينجح مع النادي الإسباني. عندنا كذلك لاكازيت، بعد 5 سنوات غادر ليون وذهب إلى أرسنال، أخيرا يعود إلى الأرسنال في صفقة رسمية، وأكيد راح يكون من بين هدافي الدوري الفرنسي. في ما يخص الناس جات الدوري الفرنسي وناس غادرت الدوري الفرنسي، في صورة تشاوميني اللاعب الفرنسي بالأصول الكاميرونية، ريال مدريد يعلن التعاقد معه قادما من موناكو، لاعب شاب يعيد بالكثير في صفقة لمدة 6 سنوات حتى 2028. المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز ينتقل من بنفيكا إلى ليفربول في صفقة خيالية قاربت 100 مليون، يعني بالامتيازات وكذلك الشروط. إذن نقول 6 سنوات حتى 2028، صفقة مميزة جدا، وراح تعوض أكيد ماني اللي يقترب من الانتقال إلى بايرن ميونخ. الصفقة التي حركت العالم وشعلت العالم، مانشستر سيتي أعلن رسميا عن ضم اللاعب إيرلينغ هالاند، وبالتالي راح يكون أحد هدافي الدوري الإنجليزي إن لم يكن الهداف الأول. كذلك نادي أرسنال، وبعد ظهور أخبار بأنه مهتم باللاعب البرازيلي الخصوص، يعلن رسميا تعاقده مع المهاجم البرازيلي ماركينوس قادما من سان باولو في عقد طويل الأمد، لم يتم الإعلان عن العقد. بايرن ميونخ والآخر يعلن التعاقد مع رايان غرافينبيريتش من الأياكس حتى 2027، يعني ل5 مواسم. اللاعب الهولندي لاعب مهاري وممتاز جدا. كذلك برشلونة يعلن تعاقده مع الموهبة فابلو توري حتى 2026. وبيسوما الماني ينتقل بصفة رسمية من برايتون إلى نادي توتنهام. أرسنال يعلن تجديد عقد إيدين كيتا بعقد طويل الأمد حتى 2027. اللاعب الشاب المهاجم الفذ اللي أثبت مستواه، والأخبار تقول أنه قرر لاعب المونديال مع المنتخب الغاني. كذلك الموهبة الإسكتلندية كالفين رامزي صاحب 19 عاما يمضي مع نادي ليفربول. أعزائي المشاهدين، هذه هي آخر صفقات السوق الأوروبية لحد الآن مع الأندية الكبيرة. صيف 2022 بأكيد راح يكون ساخن، أو في بدايته فقط، راح نواصل معكم وكذلك نرافقكم خلال هذه السوق إلى غاية بداية الموسم. أحبتي، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي بكم في قادم المواعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.